لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تؤكد أن التفاهمات الظالمة للعراق التي وقعتها حكومة بغداد الحالية مع طهران باطلة ولا قيمة لها. في صحيفة المدى، تقرير لجنة تقصي الحقائق في الموصل، تواجد 650 داعشيا وفقدان السيطرة على 1600 كيلومتر. في موقع كتابات، عبد المهدي يتهم العبادي بإخضاع البنوك العراقية للأوامر الأمريكية. في موقع الجزيرة نت، الدقائق الضائعة، رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف القاتل أبلغنا قبل التنفيذ. في العربي الجديد، فرنسا تعتقل صهر بن علي وتونس تطالب بتسليمه. في صحيفة القدس العربي، شرطة نيوزيلندا 50 قتيلا حصيلة الهجوم الإرهابي على المسجدين. وفي صحيفة الحياة، ترامب يوقع أول فيتو خلال عهده لتمويل الجدار. السلام عليكم. أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن التفاهمات الظالمة للعراق الموقع عليها من حكومة الاحتلال السابعة في بغداد وولي أمرها ممثل الولي الفقيه هي اتفاقات باطلة ولا قيمة لها، في ظل ظرف غير طبيعي انتزعت فيه كل مقومات الدولة وسيادتها من العراق بالتعاون مع الاحتلال. وأوضحت الهيئة في تقرير لها أو في بيان أصدرته الأمانة العامة أن ما حذرت منه هيئة علماء المسلمين وغيرها من الجهات من الآثار الخطيرة لزيارة الرئيس الإيراني إلى العراق وتداعياتها المستقبلية قد وقع، وحصل المحذور بإعلان مذكرات التفاهم المبرمة بين حكومة بغداد الحالية وإيران. ورصدت الهيئة جملة من الأمور في هذا الإعلان وثقها بيانها، من ذلك تثمين حكومة الاحتلال السابعة في بغداد للموقف الإيراني في مساعدته في محاربة الإرهاب، وكونه أول المسارعين إلى تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري والوقوف مع الحكومة الحالية في حربها ضد الإرهاب، مبينة أن في هذا التثمين تلميع للنظام الإيراني وتغطية لحقيقة أنه صانع الإرهاب الأبرز في المنطقة في الوقت الحاضر بشكل مباشر عن طريق الحرس الثوري أو أدواته الحاكمة في العراق أو بواسطة ميليشياته العاملة في العراق ولبنان وسوريا واليمن. وأضاف البيان أن جميع بنود مذكرات التفاهم جاءت لتصب بصالح الحكومة الإيرانية على حساب مصلحة الشعب العراقي، وبما يحقق لإيران أهدافها الكبرى وثمرات كبيرة ما كانت تحلم بها، وجنيا مستمرا لخيرات العراق في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران، وإبقاء العراق على الرغم منه سوقا مفتوحة بلا ضوابط ولا محددات للصادرات الإيرانية. واستهجن البيان الذي نشره موقع الهيئة نت حالة الدفاع المستميت للحكومة الحالية وكثير من السياسيين عن إيران وإبعاد التهم عنها واستهداف كل من يتهمها بنشر الفوضى في العراق وإشاعة الأخبار الكاذبة عن أن خلاص العراقيين هو بالاتفاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتعليمية والصحية مع إيران، وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه الوقوف ضد اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى لا سيما العربية منها. أخطر ما فعلته زيارة روحاني إلى العراق هو أنها انتزعت من حكومة المنطقة الخضراء تعديلا على قانون الجنسية العراقية يمنح الزائر الأجنبي الإيراني طبعا وليس الأردني والسعودي والتركي والكويتي حق الحصول على الجنسية العراقية إذا أثبت أنه أقام سنة واحدة في العراق ما بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ليكون عراق ما قبلها رغم ما كان عليه من السوء والخراب والفساد منذ سنة 2000
وحتى يوم الزيارة بحسب مقال الكاتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية. جاءت الزيارة بما رافقها وما نتج عنها من إهانات وتجاوزات وتهديدات لتنهي حالة الاحتلال بالواسطة والوطنية العراقية المغشوشة وتنقل البلاد إلى حالة الضم العلني الصريح، ومن أجل تثبيت ملامح العراق القادم شعباً وحكومات وبرلمانات ورئاسات، ولترسم سياساته وعلاقاته الخارجية. الأهم أنها جاءت لتحول أقوال الذين سبقوها من قادة النظام الإيراني عسكريين ومدنيين إلى واقع حقيقي يكون فيه العراق بقرة ولاية الفقيه الحلوب التي كانت شاردة ثم عادت لمربطها بعد غياب طويل. كما جاءت الزيارة لتبلغ جميع العراقيين والعرب والأجانب الحالمين بمنع عودة الفرع إلى الأصل وبالوثائق الموقعة والمصدقة أن العراق الذي تعرفونه منذ زمن طويل قد ذهب خطيفة. ولعل أخطر ما فعلته الزيارة هو أنها انتزعت من حكومة المنطقة الخضراء تعديلاً على قانون الجنسية العراقية يمنح الزائر الأجنبي الإيراني طبعاً وليس الأردني والسعودي والتركي والكويتي حق الحصول على الجنسية العراقية إذا أثبت أنه أقام سنة واحدة في العراق بشهادة 2 من مجاهدي بدر أو العصائب أو النجباء أو حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. أي مصيبة هذه التي وقعت على رؤوس العراقيين حين سلط الله عليهم غزاة مغرورين قادمين من كهوف العصور المظلمة ليطفئوا نور الحداثة والحضارة والحرية والسلام في عراق الحداثة والحضارة والحرية والسلام. ويضيف الكاتب: غدا أو بعد غد لن يجد فالح الفياض وحسين دهقان وعلي يونسي وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكبيرهم الذي علمهم الغطرسة والغرور وقلة العقل وفساد الضمير أكثر مما وجده أجدادهم الذين غزوا العراق. تبقى العلاقة السياسية التي تربط النظام الإيراني بالحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد من أهم العوامل الرئيسة التي تحدد مسارات الحياة السياسية في العراق وترسم أبعاد العلاقات الدولية والإقليمية لحكومة بغداد، وتعزز المفهوم القائم على تمتين العلاقات بين بغداد وطهران وفق الأهداف والمعايير التي تخدم المشروع السياسي الإيراني في العراق والوطن العربي، وتتخذ من العراق ممراً استراتيجياً مهماً تتحكم فيه في دعم توجهات النظام الإيراني وسعيه ليكون قوة إقليمية، في مقال لأياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. لهذا أراد الرئيس روحاني أن يرسل رسالة واضحة المعالم والدلائل للإدارة الأمريكية الفاعل الدولي في تحديد مسارات السياسة الدولية والمصالح الحيوية في العراق واعتماد مبدأ الشراكة الدائمة مع حكومة بغداد بجميع المجالات الأمنية والاقتصادية، وجعل العراق أحد الأقطاب المهمة في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لأن إيران لا تزال وستبقى عاملاً مؤثراً في الحياة السياسية العراقية وعنصراً فعالاً في تحديد العديد من مسارات القرار السياسي العراقي، وأن حكومات أحزاب السلطة تمثل الرؤية الميدانية لأهداف وتطلعات المشروع الإيراني خاصة، وأن وكلاء وأدوات النظام الإيراني تعمل بكل نشاط وحيوية داخل الأراضي العراقية، ولديها الإمكانية الكاملة في الهيمنة والنفوذ التي أسس لها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وما آلت إليه الأحوال والأوضاع السياسية في العراق، وأصبحت تشكل صورة واضحة على أوجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية، متخذة من العراق قاعدة للانطلاق نحو تحقيق أهداف المشروع الإيراني. الزيارة لها محددات مهمة هي السعي لزيادة النفوذ والهيمنة الإيرانية في العراق وتعزيز الدور الإيراني وزيادة فاعليته في جميع مناحي الحياة في العراق،
وتصعيد وتيرة التهديد الإيراني لجميع الأصوات والأقلام الوطنية المناهضة والرافضة للوجود والمشروع الإيراني في العراق، والاستمرار في عملية التغلغل داخل العمق العراقي بزيادة نشاط وفعالية الجانب الاجتماعي والاقتصادي للنظام الإيراني. من الخطأ التعامل مع الهجوم على مسجدي نيوزيلندا والذي راح ضحيته عشرات المصلين باعتباره حدثا فرديا أو حدثا يرتبط فقط بصعود موجة العداء ضد المسلمين في نيوزيلندا أو في بعض الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة، فالإسلاموفوبيا بوصفها إحدى صور العنصرية ترتبط بنظام عالمي أكبر ينشرها ويبررها ويضمن لها الاستمرار، قتل والظهور في تجليات مختلفة، قتل عشرات آلاف السوريين في العقد الأخير في مجازر ارتكبها النظام السوري المستبد بدعم من روسيا وإيران في ظل صمت دولي، كما سجن آلاف المصريين بلا محاكمات تذكر وقتل واختفى منهم مئات في الشوارع في ظل صمت دولي، ما يربط تلك المآسي بحادثة نيوزيلندا أنها ترتبط بالظاهرة نفسها، ظاهرة التمييز ضد المسلمين والعرب باعتبارهم شعوبا متشددة. مقال للكاتب علاء بيومي في العربي الجديد، نستمع إلى جزء منه. ومنذ عقود وبروباغندا إسرائيل والنظم العربية في الغرب تقوم على التخويف من التشدد الديني في الغرب، لذا لما قامت الثورات العربية لم تفعل الدول الغربية ما يذكر لدعمها خوفاً من أن تلوث سمعتها بالتعامل مع القوى الدينية التي فازت في الانتخابات. ولما انقضت قوى الثورة المضادة على تلك الجماعات وشعوبها لم يفعل الغرب ما يذكر لوقف هذا الهجوم، متناسين أن النظم الاستبدادية العربية وإسرائيل تحاربان أي بديل ولو علماني، وأنهما تزرعان التخلف والتشدد زرعاً بتدميرهما لمقومات الشعوب وبنيتها التعليمية والثقافية والسياسية التي تمسح بنمو ثقافة الحريات والتعددية والتسامح. الإسلاموفوبيا هي أحد مظاهر العنصرية الحديثة، لا تختلف كثيراً عن تهميش الفقراء في المدن وعن العداء للمهاجرين والأجانب والأقليات المستضعفة المختلفة، ولا تختلف أيضاً عن الاستبداد والثورات المضادة. والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو جزء من نظام دولي ظالم. كل هذه التناقضات البنيوية تجعل الفئات المهمشة والرخوة في المجتمعات الغربية بيئة خصبة للأفكار المتشددة التي تبرر بنية النظام الدولي الظالم من ناحية، وتنشغل بالهجوم على الأقليات والمهاجرين من ناحية أخرى، وهكذا تنتشر الإسلاموفوبيا وحوادث التمييز ضد المسلمين داخل المجتمعات الغربية، وتعمل أبصار عن حقيقة الظلم الواقع على المجتمعات العربية. معركة المسلمين الإسلامية ضد الإسلاموفوبيا جزء من كفاح الإنسانية من أجل عالم أفضل. إرهاب وكراهية برعاية فيسبوك، إنها منصات التواصل الاجتماعي التي جعلت من قاتل إرهابي معجون بالكراهية بطلا في أعين آلاف من الكارهين حول العالم، مجرم كريه وحاقد على كل ما هو غير غربي ومسيحي، يوظف منصة فيسبوك لبث أحقاده ويلتقي مع أمثال في عديد الدول، يستدعي وقائع التاريخ القديم من الحروب بين المسلمين والعرب من جهة والإمبراطوريات الغربية ليقيم حجة القتل والإرهاب بوصفه عملا مجيدا عن موقع أو مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في جريمة مسجدي نيوزيلندا. نشر موقع عربي 21 مقالا للكاتب فهد الخيطان. مجرم كريه وحاقد على كل ما هو غير غربي ومسيحي، يوظف منصة فيسبوك لبث أحقاده ويلتقي مع أمثال في عديد الدول، يستدعي وقائع التاريخ القديم من الحروب بين المسلمين والعرب من جهة والإمبراطوريات الغربية ليقيم حجة القتل والإرهاب بوصفه عملا مجيدا ومقدسا.
لم تكترث منصات التواصل الاجتماعي بعشرات بل مئات من منشورات الكراهية التي كان يبثها ويتفاعل معها الآلاف، فمنحت مساحة أكبر لينقل وعلى الهواء مباشرة جريمته النكراء لملايين البشر. فيسبوك التي يراقب المئات من الموظفين ما ينشر عليها لحظة بلحظة، تركت الإرهابي الأسترالي لفترة طويلة وهو يصور بشاعاته متنقلا بين مسجدين، وسمحت بعد ذلك لمريديه في كل مكان بالتعبير عن تأييدهم ومباركتهم لأفعاله الإرهابية الخسيسة. لم تحظ ثقافة الكراهية والعنصرية بهذا القدر من الحضور والانتشار إلا في زمن السوشيال ميديا، فقد تحولت لحواض لأكثر الجماعات انعزالية ويمينية وتطرفا وشذوذا. الجريمة تداعياتها خطيرة على الوعي العام العربي والإسلامي، ونتائجها تكرس المزيد من الانقسام والصراع بين الهويات الدينية والقومية، والفضل كله لوسائط التواصل الاجتماعي التي لم تردعها عشرات الجرائم المرتكبة ولا حملات الكراهية التي غمرت قلوب البشر. أيضا عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي كتب علي القاسمي في الحياة اللندنية: هجوم صادم فعلا ويمثل إرهابا فظيعا، تم توثيقه بالحركة والصوت والصورة في مشهد استفزازي يمهد لعنصرية بغيضة، ويزيد من مساحة الكراهية والتطرف التي تعمل مجتمعات السلام والتسامح على تقليصها والحد منها، لأنه لا مكتسبات على الإطلاق من العيش على ما تسفر عن هذه المساحة وتقدمه من مآسي وأوجاع ومخاوف. سيكون العالم أمام تحد من الوزن الثقيل لمعاينة الإرهاب في صورة مقززة جدا، وسيكون إزاء محك رهيب نحو الوقوف بصمود في وجه الذين مر من أمامهم هذا الفعل الإرهابي وهم بين خانتي التأييد والتهكم. هؤلاء بالضبط داعمون مستترون وظاهرون لأشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية. هؤلاء يصنفون الأبرياء وفق الأهواء ومستوى التطرف داخلهم. الاعتداء الوحشي الذي جاء في صورة استهداف المساجد والأبرياء يجبر الشجعان للجبناء والمتناقضين على الاعتراف بالصورة الانتقالية للإرهاب التي يمارسونها، ومن ثم مسحها والعمل الجاد نحو مكافحتها بجدية تامة وكبح جماح ونزوات نماذج حية تود قتل الأبرياء دون وجه حق، ولا تحب أن يحدثها أحد عن جريمتها ولا أن توصف بالإرهاب. فما يحدث منهم في هذا الإطار لا يمثل سوى أفعال مختلين عقلياً، ولا أعلم سر المختل العقلي الذي كتب وسجل وبث ونفذ واختار المسجد تحديداً. عاش المسلمون على وقع هذه المذبحة في حزن كبير وغضب طبيعي، لا سيما أن فكرة العمل وطريقة الاستهداف والتوثيق المصاحبة تأتي في مجملها لتؤكد أن التخطيط والتنفيذ لم يكونا وليدي صدفة أو بذريعة عبث لحظي، بل كان مشروعا ونتاجا لخطابات العنصرية والكراهية، وترجمة لمن يروج للعنف بلا رحمة ودون شفقة، ويحاول تأطير الإرهاب في الشكل الذي يروق له وإلصاقه بمن يكره، ويرسم للتحريض عليه بما ناسب من الجمل والعبارات والآراء. هذه المذبحة التي جاءت على يد سفاح معبأ بكل تطرف وحقد بثت حية على منصة التواصل الاجتماعي. شمس الصين الاصطناعية تشرق نهاية العام، فقد أعلن صينيون أنهم سينتهون من بناء شمس اصطناعية جديدة هذا العام، ويزعمون أن هذا الجهاز سيكون قادراً على الوصول إلى علامة فارقة في درجة حرارة الأيون، مما يجعلنا على بعد خطوة واحدة من تسخير قوة الاندماج النووي. الصين قالت إن مشروع مفاعل إيست، وهو عبارة عن شمس اصطناعية كشف عنه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، سيكون جاهزا للإطلاق مع نهاية سوف تكون قادرة.
العام الحالي على تحقيق درجة حرارة أيون 100 مليون درجة مئوية، أي أنها أكثر سخونة بنحو 7 مرات من درجة حرارة أيونات الشمس الحقيقية. وتعد التجربة التي تمت في مفاعل توكاماك الاختباري الموجود بالأكاديمية الصينية للعلوم عاصمة مقاطعة أنهوي شرق الصين إنجازا كبيرا في أبحاث الاندماج النووي، لأنها ستحقق حلم الحصول على كميات غير محدودة من الطاقة النظيفة التي تدوم إلى الأبد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.